أثار قرار الحكومة تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة مخاوف شرائح واسعة. اللجنة الإدارية في مجلس النواب أيضاً أوصت بعدم التحويل خوفاً على شفافية الدور والتعيين، وآخرين اعتبروا أنه الهيئات المستقلة هي عبء على الموازنة العامة وأجرت حكومات سابقة خطط لتقليصها. بنتابع آراء المواطنين في هذا القرار. أجيت عشان امتحان تنافس اليوم موعده إلي من 2011 وأنا براجع بالامتحان، قدمت 3 دورات مباشرة، يعني كان بنات سنه سنتين، وكان الامتحان شوي صعب، يعني صعب على سهل بس بده دراسة يعني. والله لما حولوه جديد، ما بعرف من هيئة لدوان خدمة، بس إن شاء الله تكون الهيئة إنها تعمل لنا إشي لقدام، يعني إن شاء الله تساعدنا للامتحانات والتعيين. والله جاي أراجع بحكم إنه مقدم أكثر من طلب، فجاي أشوف شو صار على طلباتي، متى دوري، بس استفسارات يعني. والله من شهر تقدر تقول أول طلب قدمته على الشاغر كان شهر 9/2022. الخدمات الإلكترونية جيدة جدا، يعني اختصرت وقت وجهد كثير. يعني ديوان الخدمة تقريبا تقدر تقول أنه توقف دوره بالتعيينات وصار بس أنه هيئة رقابية على أداء الدوائر الحكومية. الوقت الحالي صعب أنك يعني تحدد، لكن ممكن لقدام شوي ما بتعرف شو اللي يصير. ما تغير شيء، احنا قدمنا قبل 11 سنة ورقي ولسه مثل ما احنا. نعم نشوف دورنا على الديوان الالكتروني بس ما في فرق، لا صعوبة ولا سهولة، لأنه احنا غيرتنا من التقديم على ديوان الخدمة المدنية الوظيفة. كان الكتروني أو ورقي ما فرقت معنا. تحويل الهيئة اللي شايفه أنه شال دور ناس كثير، اللي ناس اللي قرت زمان وصار له 20 سنة مقدم على الديوان و10 سنين. بما أنه صارت هيئة راح دورهم انشطب ودهم يرجعوا ينافسوا الناس جداد. والدور القديم ما له أي تأثير، تغيير الهيئة سيء جدا، بما أنه ضيع عليك ناس درست بعد عشرات الآلاف ومئات الآلاف، فاللي جايين جديد شو ما كانوا ما راح يعوضوا النقص اللي راح. نعم، إذن نرحب بضيفنا الكريم النائب يزن جريفات وهو رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب. بداية يعني كان هناك اعتراض من قبل اللجنة، لماذا هذا الاعتراض وماذا حدث بعد ذلك؟ بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. موضوع ديوان الخدمة الموضوع القديم الجديد، يمكن من سنة ونص وبدنا نحكي بآلية التحويل وعملية الانتقال. هلا بس في نقطة أساسية لازم نوضحها، إنه اليوم ديوان الخدمة ليس هو المسؤول عن البطالة. اليوم مشكلة البطالة إنه القدرة الاستيعابية للحكومة بمعدل 10,000 وظيفة، لكن بالمقابل أنت عدد خريجين حوالي 50-60,000. فاليوم هو الديوان فقط ينظم هذا الدور كان، بس مش ما عنده القدرة على أنه يزيد استيعابية الحكومة لعدد الوظائف. بس لتوضيح الصورة. نعم. النقطة الأهم أنه إحنا كان اعتراضنا على مبدأ تغيير الديوان، أنه المهام اللي اليوم بتقوم فيها الهيئة اللي تم استحداثها كبديل لديوان الخدمة، كان قادر الديوان على أنه يقوم في هذه المهام من خلال تغيير نظامه الصادر بموجب نظام ديوان الخدمة المدنية. أصرت الحكومة على الذهاب إلى استحداث هيئة بديلة للديوان. كان تخوفنا أنه ما تملك الرقابة الحقيقية اللي كنا إحنا بحاجة إلى تعزيزها. يعني إحنا ذهابنا إلى الإعلان مفتوح مش مختلفين عليه أنه راح يجود مدخلات القطاع العام، لكن ما يخيفنا كان هو الإجراءات، أنه هل المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية قادرة على التعامل مع حجم التوظيف والطلبات اللي راح تجيها كجهة، يعني كجهة منفذة لعملية التوظيف، ونقل الهيئة لدور تنظيمي رقابي فقط لا غير. نعم، احنا رح نسألك اكثر في هذا، يعني في هذا البند، لكن بداية يعني ما هي الإيجابيات او لماذا اصلا تم التحويل من ديوان الى هيئة، يعني ما ان اردنا تحليل الموضوع. الإيجابيات انه اليوم بدك تروح على نظام الإعلان المفتوح. نظام الإعلان المفتوح لا يعتمد فقط أقدمية التخرج. نظام الإعلان المفتوح أنت يعني الآن في جزء من مؤسسات الدولة بتعين على نظام الإعلان المفتوح وتحت رقابة ديوان الخدمة المدنية. الإعلان المفتوح بتحط المواصفات والشروط اللي بدك إياها، على سبيل المثال قطاع الخاص عندما يكون بحاجة لموظف في أي قطاع بيحط الشروط والمواصفات المطلوبة والخبرات والمؤهلات ويقابل وينافس وتتم المقابلة والمنافسة على أساسها. اليوم هذا الإعلان المفتوح راح يتيح للكل اللي له دور أو ما له دور. الآن كمان ما بننسى أنه عملية هاي تحول تدريجي 55 ل 45% النسب
على مدة 24 25 26 نهاية 27 راح ينتهي النظام العمل وليس الديوان نظام العمل بالمخزون. اليوم الديوان لسه شغال بمهامه على نظام المخزون، لكن هذا العمل بنظام المخزون راح ينتهي وراح تتحول كل الامتحانات لنظام الامتحان التنافس والإعلان المفتوح وليس نظام الدور والترشيح على أساس الدور للوظائف. نعم، هل يعني هناك تسهيلات على الأقل يعني للأشخاص المسجلين منذ سنوات؟ يعني نحن في مقابلتنا مع الطلاب أو طالبين الوظيفة اللي كانوا موجودين قالوا نحن قاعدين من 2011 مستنى دورنا، نحن قاعدين من 2010، مش من الممكن أن يكون هناك بعض الاستثناءات على الأقل لهؤلاء؟ اليوم أختي بدنا نعرف شغلة، انه احنا حكيت لك السعه الاستيعابيه الحكوميه 8 ل 10 آلاف وظيفه بالسنه. اليوم اي استثناء بده يصير على جدول التشكيلات ومن الحصه المرصوده، يعني من ضمن الحصص. فيعني اذا ما قدرنا نوسع هاي السعه، وانا مش كمان مع يعني موضوع التوسع، اليوم كمان بهمنا نقطه اساسيه بمرحله التحديث الاداري هو نقل الحكومه من دور مستوعب للوظائف الى اداره عمليه الوظائف وتحفيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل خارج إطار حكومة. واليوم فعليا القطاع الخاص بيخلق فرص عمل ضعفين أو ثلاث أضعاف ما تولد الحكومة سنويا، بحجم قدرته على التوسع، بحجم يعني مرونة حركته أكثر من البيروقراطية الموجودة بالجهاز الحكومي. نعم سيد يزن، ذكرت بأنه كان هناك بعض التخوفات تحديدا يعني حول الدور وشفافية المراقبة على الدور والتعيين، ماذا حدث؟ هل ما زالت هذه المخاوف موجودة؟ احنا اليوم مرحله التطبيق راح، انا كنت يعني صدقا احنا بدي احكي كراي سياسي انه كانت وجهه نظري انا وزملائي في اللجنه الاداريه انه ديوان الخدمه يمثل صمام امان كعلاقه سياسيه بين المواطنين والحكومه او الدوله. وجود هذا الديوان يعني المواطن اليوم لما بيعرف انه دوره 20 او 30 او بغض النظر شو كان ترتيبه، لكن بعطيه انه انا والله دوري بس يقرب راح اروح افتح. احنا مرينا بمرحلة انه بدنا نأسس لمصداقية الديوان. اتوقع انه بالسنوات الاخيرة سنتين او ثلاث الماضية بلشت الناس تقتنع بوجود الديوان، بلشت تقتنع موضوع المنافسة، بلشت تقتنع موضوع الترشيحات. لكن اليوم التحويل هذا المفاجئ وكان جزء من خرطة تحديث القطاع لهيئة، وانا بقولك يعني مش الفكرة فاشلة 100%، احنا اختلفنا على التفاصيل، يعني مش على المبدأ، اختلفنا على التفاصيل بعض الامور انه التدرج بالإعلان مفتوح. على سبيل المثال احنا وجهة نظرنا كلجنة اوكي بدك تروح لهيئة، لكن خلينا يكون التدرج على 5 سنوات بدل مو 3 أو 6 سنوات، يعني مشان الناس تبلش بالتدريج انه ننتقل لهاي المرحلة. حتى الإعلان المفتوح اليوم كمان في مشكلة كبيرة عند المؤسسات، في مؤسسات الموارد البشرية والموظفين مش متعودة راح تتقبل انه مثلا 500 طلب على شاغر. في بعض الشواغر اذا تم الإعلان عن وظيفة بكل المؤسسات بتقدم 100 و200 و300. نعم. الآن هل هاي الموارد البشرية عندها قدرة على التعامل زي ما كان ديوان الخدمة؟ ديوان الخدمة اليوم كان دوره أي مؤسسة أو وزارة تطلب عدد شواغرها بتبعث للديوان إنه أنا بحاجة هاي التفاصيل والمؤهلات من عندكم، وبرشح لهم بعد هو الديوان ما يقابل ويمتحن هاي. هذا الدور رح ينتقل اليوم للمؤسسات، فإحنا خايفين من الصدمة على أرض الواقع للمؤسسات مع التعامل مع هذا العبء. وبنفس الوقت الهيئة اللي استحدثت جديد هيئة الخدمة والإدارة العامة راح يكون دورها تنظيمي رقابي على أداء هذه المؤسسات وعلى الشفافية بالإجراءات. فأنا بقول في حمل سياسي اليوم بإقناع المواطن الأردني من جدوى استحداث الهيئة. خلينا نتفق على السبب الأساسي إنه بدنا نحسن مدخلات العمل، لأنه أحيانا الدور ما بيزود للقطاع الحكومي صاحب الكفاءة والخبرة أو الأكثر كفاءة إنه فقط إنه الدور اللي رشحه. فلازم هاي كل الشروط توضع بضمن محددات معينة حتى نجود مدخلات القطاع العام. نعم، بس لربما يعني سابقا سيد يزن كانت الناس على الأقل بتعرف أكثر عن تفاصيل التعيينات وإلى آخره في الجريدة الرسمية، وبيكون في يعني لكل واحد بيكون عارف على الأقل إمتى رح يجي دوره اليوم. صحيح. كيف بده يضمن المواطن بأنه فعليا كان الامتحان بناء على الأكثر كفاءة وليس لا سمح الله أي نوع من أنواع الفساد أو التهرب أو الوسطة أو المحسوبية؟ وأنت بتعرف هذه قضايا حقيقية وموجودة. صحيح. لذلك نحن نناقشها. في جزء كل بتكون أخطاء إجرائية كانت فعليا للديوان في التعامل مع بعض التعيينات أو الشواغر، لكن اللي بدي أحكيه بصريح العبارة إحنا اليوم يعني هاي الكلفة للتحول من ديوان إلى هيئة، وهذا اللي كنا بنحذر منه باللجنة الإدارية إنه له كلفة سياسية بعلاقة بقناعة المواطن الأردني.
وخاصة أنه إحنا لنا تجربة مع مسمى هيئة. يعني أنا كنت مع أنه نغير الاسم لأي شيء غير هيئة. يعني إذا كان مشكلة الاسم الديوان خلينا نغيره لأي اسم. كان يعني تبرير الحكومة أنه التنظيمي رقابي أكثر الهيئة. مع العلم أنه أكبر جهة رقابية بالأردن هو ديوان المحاسبة يحمل مسمى الديوان. فهاي هي كانت الخلافات. لكن أنا مبدأ أنه نزيد عدد المدخلات من خلال الإعلان مفتوح أنا مع، لكن بشرط الجهة المقابلة أني أفرض دور رقابي حقيقي أنه تمت الإجراءات بكل شفافية وأني اخترت الأفضل من بين 100 مترشح أو 1000 مترشح بغض النظر عن عدد التقدم لإشغال هذا الشغل. نعم يزن شريفات رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. وبنتابع نقاشنا في هذا الموضوع وبنرحب أيضا بضيفنا الخبير والمحلل الاقتصادي زيان الزوانة. بداية يعني استمعت إلى ما قاله النائب يزن شريفات وهو رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، وتحديدا فيما يخص يعني التوصيات بتقليص الهيئات المستقلة سابقا، وهذا نظرا للعبء المالي على الموازنة. لكن اليوم هناك قرار نفذ بتحويل الديوان إلى هيئة، كيف تقرأ هذا القرار؟ شكرا على الاستضافة وتحية لكم ولجميع مشاهديكم. في الواقع تحويل الديوان الخدمة إلى هيئة هو عبارة عن توجه خلافي كان ما بين مجلس النواب وما بين الحكومة، وما انتهت إليه الأمور أن تم تحويل هذا الديوان إلى هيئة الخدمة المدنية. الآن نحن تم التحويل وانتهينا، لكن ما يعنيني بشكل أساسي هنا أن أتكلم عن الفجوة القائمة بين عملية التوظيف الرسمية في الجهاز الحكومي وبين المواطن الأردني. أول جانب من جوانب الخلل هو عملية توصيل رسالة من الحكومة إلى المواطن الأردني أن الحكومة لا تستطيع أن تستوعب هذا العدد من الخريجين في جهازها الحكومي الرسمي. أنا أعتقد أن هناك فجوة كبيرة، وما زال المواطن يعول على عملية التوظيف في الجهاز الرسمي الحكومي، سواء كان عن طريق ديوان الموظفين أو سواء كان تغير اسمه إلى هيئة أو شو ما كان الاسم. هذه الرسالة أعتقد أنها يجب أن يتم توضيحها وبشكل دائم لكي يفهم المواطن أن هذا الديوان أو هذه الهيئة فرصه في التوظف في الكادر الحكومي الرسمي هي فرص ضئيلة جدا لعدم قدرة الحكومة على ذلك. هذا أولا. ثانيا هناك جانب خلل آخر وهو جانب الثقة. المواطن ثقته إلى حد ما قليلة في عملية التوظيف، سواء كان الديوان يقوم بها أو سواء كانت الهيئة تقوم بها، سواء كان الإعلان المفتوح هو الأداء أو سواء كانت القوائم القائمة على تاريخ التخرج. كان هناك عدم ثقة بين المواطن وبين آلية التوظيف بغض النظر عن الهيئة التي تنظمها، لقناعة المواطن أن هناك مدخلات أخرى، الواسطة والمعرفة والنواب اللي بيتدخلوا وغيرهم من المسؤولين اللي بيتدخلوا، وبالتالي هذه الفجوة ما زالت قائمة بغض النظر ديوان أو هيئة. وأعتقد أننا بحاجة إلى عملية جسر هذه الفجوة والفجوة الأولى التي تحدثت عنها. كذلك هذا يفتح يقودني إلى موضوع الهيئات بشكل عام عنا في الكادر الحكومي الرسمي وفي الإدارة العامة الأردنية. دعيني أقول وبمنتهى الوضوح والصراحة، نحن لدينا حكومتان، الحكومة التنفيذية التي نعرفها حاليا هي الحكومة برئاسة دولة الرئيس بشر الخصابنة، ولدينا هيكل إداري يتمثل بالهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية المستقلة. ميزانية العامة للدولة لا تستطيع أن تنفق على هاتين الحكومتين. ولكي أوضح ما أقول، بسنة 2000-2002 كان عندنا 35 مؤسسة حكومية. هذول ال 35 مؤسسة حكومية كانوا مؤسسة حكومية مستقلة أو هيئة، كانوا هذولا يوردوا للخزينة العامة أكثر من 100 مليون فائض سنوي.
بسنة 2015 صار عندنا 65 هيئة. ال 65 هيئة هذولا أصبح عجزهم 500 مليون دينار. الآن لدينا ما يقرب من حوالي 25 مؤسسة أو هيئة عجزهم 800 مليون دينار. وبالتالي هذا جانب أساسي في الخلل في الإدارة العامة الأردنية. تحدثت حكومات سابقة من 2010 وحتى الآن عن هذا الخلل. تم الاعتراف أن هذه الهيئات لا تقوم بدورها. تم الاعتراف بأن هذه الهيئات هي عبارة عن مسرب لتعيينات وظيفية برواتب خارج الكوادر المعروفة في الجهاز الرسمي إرضاء لهذا الطرف أو لذاك الطرف. تم الاعتراف أنه لابد من تقليص عدد هذه المؤسسات والهيئات. نعم. وتم ذلك، لكن تم ذلك من خلال عملية دمج دفترية وشكلية. لم تخفض التكاليف، لم تخفض العجز، لم تحسن الأداء، لم ترفع من مستوى الخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات والهيئات للمواطن المنتفع. وهنا أرجو أن أكون واضح، هناك هيئات مستقلة أساسية في هيكل الإدارة العامة الأردنية. نعم. على سبيل المثال مثل البنك المركزي الأردني. البنك المركزي الأردني هيئة مستقلة إداريا وماليا ولا بد من وجودها، لكنني أتحدث عن بقية مؤسسات أخرى. من الممكن وبكل بساطة أن توكل المهام التي تقوم بها هذه المؤسسات إلى الوزارة الأخرى التي انتزعت منها. نعم، وصلت الصورة. سيد زيان، يعني فيما يخص موضوع تحويل الديوان إلى هيئة، هل هذا سيكبد أو سيكلف أكثر؟ هل سيكبد كلف مالية للخزينة؟ بمنتهى البساطة، تم إضافة بعض الموظفين. طبعا كما نعلم ويعلم الجميع أن التجربة عمرها أسابيع قليلة، لكن علينا أن نعترف أن مفهوم هذه الهيئات سواء كانت ديوان الموظفين أو غيره، علينا أن نعالج هذا الخلل لما يرتب من كلف على المالية ومن كلف على القرار الإداري. كلف على القرار الإداري، هناك تضارب ما بين الهيئة وبين الوزارة التي تقوم بنفس العمل وممكن أن تقوم به. أما بالنسبة لديوان الموظفين فأعتقد أن التجربة قصيرة، لننتظر ونرى ولنرى كيف يمكن أن يتم الأداء. هل يمكن أن يقوم بجسر فجوة عدم الثقة ما بين المواطن وما بين هذه الهيئة؟ هل يمكن أن يحسن من مستوى مدخلات الكوادر إلى المؤسسات الرسمية وبالتالي يرفع من أدائها؟ هل يمكن أن يكون هذا معيار آخر لتخفيض الكلف على الخزينة العامة وما تعاني منه من عجوزات؟ هذه المعايير أعتقد تحتاج لفترة حتى نقول أن التحويل كان تحويل عبارة عن يافطة تغيرت، وعلى الرغم من ذلك لم تقدم أي معيار إيجابي من هذه المعايير أو عكس ذلك. تخوفات الشفافية في التعيين وأيضا الدور، هل هي تخوفات مشروعة؟ أنا أعتقد أن الشفافية لم تكن مراعاة طول الوقت حتى مع ديوان الخدمة المدنية. نحن نعلم أن هناك مؤسسات عامة، يعني اعذريني إذا قلت أن أمانة عمان طلع منذ فترة طويلة وعلى مدى فترات وقال أمين عمان أن لدي أكثر من 10,000 موظف زيادة وأنا بدفع لهم رواتب وأنا لست بحاجة لهم. قطاع البلديات كله، أجزاء عدد كبير من البلديات جزء أساسي من ميزانيتها يذهب لرواتب الموظفين الذين ليسوا بحاجة إلى أعدادهم كاملة، وبالتالي هي منظومة كاملة في الإدارة العامة الأردنية تعاني من خلل تحتاج إلى تصليح وإصحاح هذا الواقع. وهذا ما خلانا نحن ندعم توجه جلالة الملك عندما قال أننا نريد إصلاح سياسي واقتصادي وإداري. الإصلاح الإداري يمثل موضوع الهيئات، موضوع عددها، ميزانياتها، عجوزاتها، معايير أدائها، مستوى الأداء والخدمات التي تقدمها، ومنها ديوان الخدمة أو الهيئة الإدارة العامة هي معايير أساسية. من دون مراعاة هذه المعايير
نحن نبقى ندور في نفس مستوى الخلل في هيكل الإدارة العامة التي نعرفها. نعم، كل الشكر للخبير والمحلل الاقتصادي زيان الزوانة، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. نتابع هذه هي المعلومات حول ديوان الخدمة المدنية، وبعد الفاصل نذهب إلى إربد ومشكلة جديدة حول الكهرباء.